اهلا بيكم الساده المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قضايا البلد. خلونا اولا نهني اخواتنا رجال الشرطه المصريه بعيدهم القومي المفترض النهارده اللي هو عيد 25 يناير اللي هو عيد الشرطه. طبعا ربنا معاهم وينصرهم ونقول لهم احنا وراكم ومعاكم. بس خلينا الاول نشوف تقرير عن احتفالات أعياد الشرطة في محافظة الألوبية. خلينا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. طبعا زي ما شفتوا معانا حضراتكم هذا التقرير اللي قامت به محافظه الاليوبيه بتكريم طبعا رجال الشرطه اللي المفترض كلنا بنفتخر بيهم ان هم طول طبعا الدرع الواقي لاولادنا واهالينا وناسنا اللي موجوده في داخل جمهوريه مصر العربيه. فبالتالي احنا بنتكلم كمحافظه الاليوبيه باحتفاليه هذه الاعياد. فطبعا ده بحضور طبعا معالي المحافظ. فخلينا طبعا ناخد مداخله سريعا كده معانا السيد اللواء فرحات السبكي سكرتير عام محافظه الاليوبيه. اهلا بيك سياده اللواء. سياده اللواء فرحات. سياده اللواء فرحات. عاود اتصال مره اخرى. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا معانا ان طبعا هذه الاحتفاليات المفترض ده معمم على جميع المحافظات ان احنا بنحتفل طبعا باخواتنا رجال الشرطه. فبالتالي طبعا هذه الاحتفاليات تكررت في احدى محافظات بشكل واضح. طبعا كان برضو في محافظه القاهره على مستوى هيئه التامين الصحي خرج الاطباء بمستشفى اطفال مصر لتكريم قيادات الداخليه. طبعا فيه تقرير خلينا نشوفه ونرجع لكم تاني. طبعا معانا طبعا سياده اللواء فرحات سبكي سكرتير عام محافظه الاليوبيه. اهلا بيك سياده اللواء. يا اهلا وسهلا يا صاحبي.
طبعا يا فندم، النهارده طبعا يوم 25 يناير اللي هو بمناسبة عيد الشرطة، فبالتالي محافظة قامت طبعا باحتفاليات عيد الشرطة، فطمنا على الاحتفاليات واخواتنا ورجال الشرطة في محافظة القليوبية يا فندم. يعني أنا بمثل على سيادتك وعلى جميع السادة المشاهدين ومصر كلها بألف رخاء وأمن وسلام وتقدم دايما. النهاردة يوم جميل من أعياد مصر كلها وعيد الشرطة، طبعا بنهني إخواتنا الضباط والأمناء والأفراد جميعا بالمناسبة العظيمة ديت، والدولة كلها طبعا تشهد ان رجال الشرطة بيقوموا بدور كبير جدا في حماية الوطن وحماية الافراد والممتلكات، ويعني ان الكل يبقى امن على نفسه وعلى اولاده وعلى عرضه. وبننتهز الفرصة ديت ان احنا بنهني رجال الشرطة في مصر بالعيد القومي 66، وطبعا ملاحم كبيره لرجال الشرطه والشهداء اللي بيقدموها كل يوم. النهارده كان في احتفاليه كبيره موجوده في محافظه القليوبيه، تم وضع تسجيل من الزهور على نصب التذكاري في مديريه امن القليوبيه بالسيد اللواء محمود عشماوي المحافظ والسيد اللواء مدير الامن والساده جميعا المشاركين من رجال اعلام ومن مجلس نواب ومن مديريات وجميع الناس كلها كانت بتهني رجال الشرطه اليوم. عقب ذلك تم استعراض طابور شرف وعروض جميله جدا في للقوات بتاعت قوات الامن في اداره قوات امن بنها. اتمثلت بقى العروض ديت في عروض صعقة وإعاشة وتعابين بياكلوا تعابين، ويعني يقدر يتحمل المعيشة في وسط الجبال، والمهارات بقى مهارات الرماية، وكان النهارده في عرض رائع للرماية على الخرطوش، الرماية بالذخيرة الحية على الخرطوش، وكان فيه كمان استعراض للقوة واشتباك ودفاع النفس وسقطات هوائية في الهواء. ويعني كان فيه يوم جميل جدا ما شاء الله. كان فيه قوات الأمن القليوبية كانت قايمة النهاردة، ومديرية أمن القليوبية قايمة بدور رائع النهاردة. عقب حضور الاحتفالية ديت السيد اللواء الوزير المحافظ محمود بيه شماوي وسيد وزير الامن نزلوا بالفعل على الشوارع وبقوا يوزعوا الورد على الجمهور. كان في ملحمه في الشارع موجوده النهارده، وطبعا يعني الحمد لله الامن مستتب. مصر ان شاء الله دايما في رباط وفي امن وسلام الى يوم الدين باذن الله. هو بالفعل كان المعالي المحافظ كان بيتجول في المحافظة بشخصه ومع قيادات المحافظة، وبالتالي طبعا تم بعض الإنجازات أثناء مروره وتجوله في هذا المحافظة. طمني على الإنجازات اللي تمت النهاردة يا فندم. النهاردة يعني على سبيل المثال كنا بنلف النهاردة بعد عقب الجولة اللي كانت في قوات الأمن، لفينا كمان على يعني تفقد الممر اللي هو هيتم عمله على نهر النيل. هيبقى فيه حوالي يعني في 10 متر ده بصفه مبدئيه اللي هو حرم النيل، هيتعمل فيه ممر زي للمشاة لكل الناس تستمتع بالمرور على النيل والمنطقه اللي هي بتاعت الفلل والانديه والكلام من ده. وحتى بدانا كمان يعني الحاجات اللي هي بتاعت الجهات الحكوميه على اساس انها تكون قدوه لبقيه الجهات. بالفعل النهارده كان فيه حتى كمان عدينا كمان على نادي التأديف، والناس الحمد لله يعني
بتشيل طواعية التعديات. بالفعل تم إخلاء العشرة متر، وكنا بنعاين النهاردة على الأماكن اللي هي هيدخل فيها اللي هي الجمهور هتدخل فيها على أساس أنها تمر على نهر النيل. والحمد لله يعني حالة الأمن مستجدة والإنجازات الحمد لله بتتكلم. بنجاهد وبنسرع يعني عجلة التنمية الحمد لله في كل مكان في محافظة الأجوبية، من رصف، من انترلوكت بيتعمل، من تشييد أماكن مستشفيات، وحدات صحية، أبنية تعليمية، جميع المرافق الحمد لله بيتم بمعدل إنجاز غير مسبوق. يعني الحمد لله يعني جميع المرافق بتتم العجلة بتاعت الإنتاج بتاعتها أو الانتهاء قبل المواعيد اللي هي المحدد ليها إنها تنتهي. وبالكفاءة طبعا وبال يعني بالجودة العالية الحمد لله رب العالمين. سيادة اللواء، ايوه طبعا يا سياده اللواء، احنا بنتكلم على ان معالي المحافظ سياده اللواء محمود عشماوي طبعا عامل انجازات موجوده على ارض الواقع، فخلينا ان شاء الله نتابع مع حضراتكم كاميرا قضايا البلد ان هي تتابع بشكل اوضح على اساس نرصد هذه الانجازات ونعرضها بشكل اوضح للساده المشاهدين واهالي ومواطنين محافظه القليوبيه. فبالتالي طبعا احنا بنشكرك، وطبعا بنعيد طبعا لرجال الشرطه ونشكر حضرتك واشكر السيد اللواء فرحات السبكي سكرتير عام محافظه القليوبيه. اشكرك يا فندم. طبعا احنا عارفين طبعا الانجازات اللي بتتم في محافظه القليوبيه، فبالتالي احنا بنحاول على قد ما بنقدر كفريق اعداد وكبرنامج قضايا البلد ان احنا نرصد هذه الانجازات ونعرضها بشكل اوضح على اساس ان احنا تمت على ارض الواقع. فبالتالي احنا بنعرض السلبيات وبنعرض الايجابيات، فخلينا بنتكلم بواقعيه ان في انجازات، بس خلينا نتابع في حلقات القادمه. فخلينا نتكلم النهارده على طبعا في محافظه القاهره على مستوى طبعا هيئه التامين الصحي، خرج الاطباء بمستشفى اطفال بمصر لتكريم قيادات الداخليه. تعال نشوف بس التقرير الاول ونتكلم بوضوح اتمت الاجراءات دي ازاي. دكتور معانا اتصال تليفوني يا استاذ عربي، معانا الدكتور رامي عادل. الو، مدير مستشفى اطفال مصر للتامين الصحي، اهلا بيك يا فندم. يا اهلا بحضرتك. النهارده طبعا كان تم طبعا احتفاليه بالساده الاطباء بمستشفى اطفال مصر بتكريم قيادات الشرطه، فاشرح لنا ايه اللي تم النهارده والوضع تم بسلام والحمد لله. طبعا احنا عارفين ان في برضه ناس عندها وطنيه وانتماء لبلدها، فبالتالي لما نتكلم ان في عيد شرطه يبقى دي احنا عندنا وطنيه وانتماء، فبالتالي احنا لازم نكرم اخواتنا ورجال الشرطه. فخلينا نشوف حضرتك ايه اللي تم النهارده مع حضراتكم من خلال مستشفى مصر. احنا مستشفى اطفال مصر عملنا مبادره من مستشفى مصر اداره وعاملين بالتوجه لاسم الشرطه السيده زينب، واحنا اصرينا ان احنا يكون المبادره يوم 25 يناير مش قبليها عشان نثبت ان الامان موجود. وكان هي رساله ان احنا بنقول كل سنه الشرطه المصريه بخير، كل سنه والشرطه بامان وسلام. هم شايلين الضغط كله، فكان لازم احنا يبقى عندنا. طبعا زي ما حضرتك معانا دكتور اتصور معانا هي على الشاشه وانتم بتكرموا طبعا القيادات الداخليه. ده اقل مما يستحق، واحنا كان هي مظاهره حب كانت موجوده في الاسم النهارده، ويمكن شارك معانا رئيس حي السيده وشارك معانا العاملين في المستشفى عشان ندي رساله زي ما قلنا لحضرتك بالتهنئه لضباط الشرطه المصريه. طب طبعا دكتور رامي احنا بنتكلم على
الدكاترة والأطفال تم تحرك وتكريم رجال الشرطة، هل ده إحساس من جواك إن فعلا ده أقل حاجة نعملها لرجال الشرطة؟ إحنا واجب علينا إن إحنا كل يوم نكون عندهم، فإحنا يوم 25 هو رمز إن إحنا بنعبر فيه عن التهنية وعن المشاركة المجتمعية بخصوص المؤسسات الصحية مع الشرطة المصرية. فتوجهنا الوفد من العاملين من أول الإداريين للتمريض للأطباء لإدارة المستشفى العليا عشان نقدم التهنئة، وأعتقد الرسالة وصلت إن إحنا كلنا إيد واحدة. طب يا دكتور خلينا نتكلم، لما إحنا بنقول كحضرتك كمدير مستشفى، هي دي فكرة جت وطرحتها حس في قبول من قيادات المستشفى؟ احنا التوجه كان تحت طبعا احنا بنتبع، طبعا حضرتك بتتبع لهيئه التامين الصحي، هل حصل برضو في قبول وتم موافقه بشكل مباشر وفعلا ان احنا لا لازم ننزل نكرم اخواتنا رجال الشرطه؟ دي اقل حاجه نعملها تمام لاخواتنا اللي بيعرضوا نفسهم للخطر عشان يحمونا ويامنوا بلدنا بشكل اوضح وموجود على ارض الواقع، وبالتالي طبعا ما انت عارف حضرتك ان هم بيحاربوا الارهاب ومعرضين نفسهم للخطر وللموت كل يوم. التوجه والمبادره اللي خدتها مستشفى اطفال مصر النهارده، يمكن معظم مستشفيات التامين على مستوى الجمهوريه قامت بنفس المبادره، ويمكن كان في امبارح في زيارات تبع مستشفياتنا للاقسام التابعه للاحياء القائمه فيها المستشفيات، فدي مبادره واخداها هيئه التامين الصحي في كذا كذا محافظه وكذا مستشفى قامت بنفس المبادره. طب يا دكتور احنا طبعا بنشكر حضرتك وبنشكر الدكتور رامي عادل مدير مستشفى اطفال مصر بالتامين الصحي بالقاهره، اشكرك يا فندم. طبعا احنا كان امبارح جالنا اتصال تليفوني باحد المواطنين من مركز ميت غمر دقهليه، وعمل مداخله وشرح لنا من طبعا سكان الشارع اللي هو الشارع اسمه متولي بقريه طماس ميت غمر دقهليه، وحكى عن ان الشارع دوت داخل الحيز العمراني، والمفترض في نهايه الحيز العمراني ان فيه ارض زراعيه، فالمفترض ان الشارع ده في اخره يتقفل عشان ما يخليش الناس اللي هي حائزه على ارض زراعيه ديت يتم طبعا تقسيم هذه الاراضي من خلال هذا الشارع الرئيسي. طبعا هذه الاوراق طبعا جت لنا وبالتالي احنا بنعرضها بشكل اوضح. الاستاذ عربي ممكن مستندات نعرضها عشان نعرف بس نتكلم. استاذ محمد لطفي، استاذ محمد لطفي من الدقهليه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى بيه، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. ايه المشكله بالظبط يا فندم خاصه ب بقريه طماس ميت غمر الدقهليه؟ ده خاصه بالحيز العمراني وده شارع رئيسي، فبالتالي الشارع الرئيسي ده نهايته المفترض يبقى مغلق عشان في حيازه زراعيه، فبالتالي الحيازه الزراعيه ديت ما تتمش تقسيم. فانا عاوز بقى حضرتك تشرح لي تفصيليا وايه الاجراءات اللي اتخذت، وهل فعلا في، انا اشوف في جات لي مستندات فعلا ان في مخاطبات تمت من المحافظه لوزاره الاسكان، ووزاره الاسكان طبعا بعتت قالت لازم تقفل الشارع ده عشان ما بقاش تعدي على الاراضي الزراعيه، فبالتالي ده نهايه الحيز العمراني. اشرح لي تفصيليا كده يا استاذ محمد. مصطفى بيه، اولا ده شارع اسمه شارع المتولي قريه دماس مركز مدامر دقهليه. الشارع ده نهايته بينتهي الحيز العمراني، بعد منه فيه حوالي فدانين اتنين ارض زراعيه، تمام؟ الفدانين دولت كلهم قطعه واحده، تمام؟ اشتراهم واحد شغال في الاداره الزراعيه مهندس زراعه في ميت غمر، قسمهم وبورهم وبدا يبيع فيهم، كان واخدهم بسعر رخيص. بدا يبيع فيهم المستندات اللي انت بعتوها يا استاذ محمد، المستندات اللي انت بعتوها معايا على الشاشه اهيت وانت بتتكلم بتتعرض يا فندم، اتفضل. تمام يا فندم. بدا يبيع فيها، اوهم الناس ان الشارع دوت هو ده الشارع اللي وصل لهم، تمام؟ اما عرفنا بدانا نشتكي نزلت حضرتك يا فندم، حضرتك يا فندم قلت ان في فدانين حيازه زراعيه في نهايه الحيز العمراني، تمام؟ احد المهندسين في الاداره الزراعيه اشتراه، تمام؟ هل في بقى الكلام ده مستندات رسميه ولا هو يا فندم لحد دلوقتي اشتراهم وباعهم والحيازه ما اتنقلتش، الحيازه ما زالت باسم الملاك الاساسيين الورثه للارض، لان ما يقدرش القانون ما يقدرش ان هو ينقل اقل من ثلاث اراضي، اللي اشترى كل واحد اشترى اراضي واراضي ونص، فبالتالي ما
بعد ما كان الأراضي ب 50 و55 ألف باعهم ب 450، فبالتالي الحيازة ما اتنقلتش لحد دلوقتي، ما زالت باسم الورثة. تمام يا مصطفى بيه؟ طب هل في الفعل تم تقسيم أولا الأرض اتبورت والأرض اتقسمت، اشتكينا، نزلت لجنة من الزراعة شافت التبوير، عملت محاذر تبوير وتقسيم للأرض، بعد كده اشتكينا في المحافظة في التخطيط العمراني، نزلت لجان وشافت على الطبيعة ولقيت إن الأرض لها شارع تاني خالص خاص بيها، تمام؟ بعد كده كتبنا شكوى وبعتناها للمحافظة، المحافظة بعتت شكوى ورفعتها لمستشار وزير الإسكان مشكورا وافق على إن يحصل فصل ما بين الحيز العمراني والأرض الزراعية بزاوية حديد وسلك شايك وزراعة أشجار، وجا القرار للمحافظة، السيد معالي محافظ الدقهلية مشكورا بوافق وقال إن يتم تنفيذ ما جاء بالقرار، وبعته على مجلس مدينة مدغمر، ومجلس مدينة مدغمر بعته للسيد رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشق، ضرب بالقرار عرض الحائط. بقالنا دلوقتي ماشيين في القصة دي 5 سنين يا مصطفى بيه. 5 سنين؟ خمس سنين، لا مجلس المدينة بيحل ولا الوحدة المحلية بتحل، وكل ما نتكلم ونشتكي أصل إحنا بنبعت لجان واللجنة تنزل وتعرض، وهو القرار شغالين فيه، مفيش جديد. يا مصطفى بيه، إحنا ربنا كرمنا ورزقنا برئيس جمهورية ضد الفساد وبيحارب الفساد، واحنا كلنا وراه وبنحارب في الفساد. سعادتك لو الشارع ده اتفتح بلطجة زي ما هم شغالين الفدانين دولت ورا منهم 50 فدان هيتفتح وتوب، والارض الزراعية انتهت، ما عادش في ارض زراعية في البلد. انا بستغرب السيد رئيس مجلس مدينة مدغمر مش عايز ينفذ القرار ليه؟ لمصلحة مين؟ مين بيهدده ومين بيكلمه ومين بيتوسط له؟ احنا مش عارفين. وبالتالي رئيس الوحدة المحلية في دمشق ماشي على نفس المنوال. تمام؟ احنا تعبنا بالفساد اللي موجود في المحليات والفساد اللي موجود في الزراعة. يعني انا مش عارف ايه دي عصابة ولا ايه يا مصطفى بيه؟ عامة حضرتك خلاص استاذ محمد، رسالة حضرتك وصلت وشكوى حضرتك طبعا عرضناها بشكل اوضح. اشكر الاستاذ محمد لطفي طبعا ميت غمر دقالي، اشكرك يا فندم. طبعا احنا بنتكلم ان احنا بنعاني برضو، بنقول الوحدات المحليه ومجالس المدينه، فالمفترض ان احنا بنناشد ونقول يا كيادات تنفيذيه اتحركوا وساعدوا القياده السياسيه، عشان احنا بنحاول على قد ما بنقدر بنحافظ ما هو تبقى من السنين السابقه. فمش عارف هل احنا لسه برضو على النهج القديم مصرين برضو ان احنا نمشي على الخط دوت، ومقتنعين ان احنا ماشيين صح. للاسف شديد معايا المهندس محمود العناني دقهلية. اهلا بك يا فندم. محمود العناني ماشي يا فندم، معايا الهوا يا فندم، اتفضل. محمود العناني استاذ محمود، ايه المشكله حضرتك يا فندم؟ يا اهلا وسهلا. المشكله دي احنا من 5 سنين عايشين. ايوه فندم، احنا من 5 سنين عايشين هذا الموضوع. في ورانا احنا في شارع المتولي دمشق الاهليه. ايوه ممكن استاذنك يا استاذ محمود تبعد بينا عن التلفزيون، كلمني بس من التليفون يا فندم. ما هو من التليفون انا يعني ابعد بس بينا عن التلفزيون، او توطي التليفون، او يعني توطي التلفزيون بعد اذنك. طب ماشي يا فندم، اتفضل يا فندم. انا المهندس محمود العناني من دمشق ميت غمر دقهلية. في شارع المتولي نهايته الحيز العمراني في دمشق. يعني حضرتك نفس المشكله اللي قالها الاستاذ محمد لطفي. ايوه نفس النظام. طب شكرا يا فندم، احنا طبعا الشكوى وصلت والرساله وصلت، اشكر المهندس محمود. طبعا احنا بنتكلم فعلا، احنا الاوراق وصلت لنا، واحنا طبعا من احدى المتضررين برضو، وضح بشكل اوضح الاضرار اللي هتقع على الشارع، وليس احنا بنتكلم على اضرار اللي هم قائمين على الشارع، لا احنا بنتكلم على الشكل العام، احنا بنتكلم على اهدار اراضي زراعيه. بالتالي انا كقياده تنفيذيه بساعد المواطنين وبسهل لهم ان المفترض
يعني يتربح بالاراضي الزراعيه، اللي بالتالي لما انا ازرعها مش هكسب اكتر من ما ببيعها ببيعني. فبالتالي ده شيء طبيعي لما يقسم ويبيع ويبني، فبالتالي ده اكسب. معانا سياده اللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظه دهلي، اهلا بيك يا سياده اللواء. اهلا بيك يا فندم، وكل سنه وانت طيب وكل شعب مصر طيبين. كل سنه وانت طيب يا فندم. بمناسبه عيد الشرطه والنهارده 25 يناير، طبعا بمناسبه عيد الشرطه عاوز حضرتك تطمنا عن الاعياد او الاحتفالات اللي تمت في محافظه دهليه من خلال رجال الشرطه، اتفضل يا فندم. كل سنه طيبين لرجال البواسل رجال الشرطه. سيادتك النهارده من الامس كان في مرور على السيد مدير الامن وقوات الامن والسيد مدير الامن الوطني وكل رجال الشرطه بالامس، ثم اليوم جاء الاحتفال الاكبر وهو وجود رجال الشرطه منتشرين في جميع انحاء المحافظه، وكان يوجد احتفال في عند نصب التذكاري بتوزيع الورود والشوكولاته على العربات والسيارات المارة، وكان في اصطفاف لرجال الشرطة العظماء البواسل الذين يعيشون ويسهرون على أمن الوطن. وكان يوجد في مع هذا الاحتفال السيد الأستاذ الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقالية الذي كان بنفسه موجود مع السيد مساعد وزير الداخلية والسيد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقالية والسادة الضباط المحترمين البواسل الموجودين والسهرانين دائما على راحة شعب الدقالي. طيب يعني الحمد لله الاحتفالات تمت طبعا بسلام وبأمان طبعا بتوجيهات معالي المحافظ ومدير الأمن. الحمد لله كان يوم جميل جدا وسعيد ان عدى بأمان، لا يوجد اي شيء يعكر جو هذا الاحتفال العظيم نظرا للتنسيق الموجود ما بين رجال الشرطة العظماء والسيد المحافظ، ولم يوجد أي شيء إلا كان بهجة وسرور على وجه كل الموجودين في ميدان وشوارع في ميادين وشوارع المدينة المنصورة. طبعا سيادة اللواء طبعا ده واجب وطني، وبالتالي لما بنقول واجب وطني بنقول إن احنا عندنا رجال الشرطة اللي هم اخواتنا واهالينا اللي موجودين في وزاره الداخليه، فده اقل حاجه بنعملها من خلال قيادات المحافظه ان احنا بنكرم وبنساند وبنقف جنبا وجنب رجال الشرطه من خلال عيدهم القومي اللي هو النهارده. فبالتالي احنا عارفين طبعا الانجازات ووجودات اللي قامت بها قيادات المحافظه ومعالي المحافظ. فخليني يا فندم استغل فرصه حضرتك وانت معانا، كان في مشكله جات لنا اثناء اداره الحوار بخصوص مشكله خاصه في قريه طماس ميت غمر. مشكلتها يا فندم ان كان في شارع، فبالتالي يعني المشكله كلها اوراقها ومستنداتها، بس انا عاوز حضرتك لان انا عارف طبعا قيادات المحافظه وعارف طبعا معالي المحافظ وعارفين طبعا حضراتكم ان انتوا بتتعاملوا بواقعيه وعلى ارض الواقع، فكنا عايزين بس يعني نوجه اصحاب المشكله على اساس ان انتوا تحددوا موعد وتقابلوها عشان تحلوها بشكل جذري افضل ما احنا بنعرضها على الهوا، ان احنا عارفين القدره على ان انتوا حضراتكم بتتعاملوا بواقعيه بشكل واضح لحل هذه المشكله او اقل المشاكل بشكل عام عامه. فمش عارف بقى حضرتك خليهم يتوجهوا لحضراتكم او يتوجهوا لحضرتك امتى ان شاء الله يا فندم. هو حضرتك طبعا انت تعلم كويس جدا ان المكاتب عندنا مفتوحه من اول مكتب السيد وزير المحافظ ومكتبي شخصيا مفتوح ومكتب السيد الزميل السكرتير العام المساعد، ويوجد عندنا احنا يوم الثلاث من كل اسبوع لقاء مفتوح يحضره السيد وزير المحافظ ويسجل جميع المشاكل ويجد حلولها في التو واللحظة. ومشكلة قرية طماس، قرية دي مشكلتها مشكلة شارع، والشارع ده اشترك فيه وزارة الزراعة ومشترك فيه التخطيط العمراني، فهو الناس يقولنا واحنا تحت امرهم في اي وقت يحددوه باذن الله هيلاقوهم ترحاب مننا وسماع لشكواهم وتوضيح لهم الموقف واي شيء يعوزوه احنا تحت امرهم. طبعا انا عارفين طبعا
سياده اللواء ما اعتقد ان انت تذكر هذه المشكله على اللواء، يعني انت بالتالي بتثبت لنا ان فعلا بتتحركوا وبتشتغلوا على ارض الواقع مش عشان حضرتك معايا على الهواء. دي نقطه. النقطه الثانيه، احنا بنتكلم عن ان بيتضرروا ان قرارات المحافظه اللي اتخذت والخطابات اللي صدرت لبعض القيادات اللي موجوده كمجلس المدينه او وحده محليه للاسف الشديد بيتعاقص عن ان هو ينفذ هذه القرارات والتعليمات اللي صدرت من المحافظه. فبالتالي انا في الاول وفي الاخر انا عارفين ان حضراتكم بتاخدوا قرارات حاسمه، فبالتالي احنا هنخليهم يتوجهوا لحضرتك يوم السبت سياده اللواء ولا الحد ان شاء الله؟ تحت امرهم السبت موجودين في اي وقت يجي لنا، واحنا تحت امرهم ونشوف القصه ايه وندرسها مع بعضينا. وتعلم ان السيد المحافظ ربنا يوفقه، هو سيادتك اي مشكله توصله ووجود قدامه الاوراق بطريقه يعني سليمه بيتخذ القرار فورا، وان لزم الامر بنزوله شخصيا بينزل. عشان كده عشان كده عشان كده سياده اللواء احنا عارفين الكلام ده كله، عشان كده احنا بنتكلم بوضوح وبشفافيه لان عارفين القيادات اللي موجوده بتواجه اي مشكله كانت ما هي نوعها بتحلها بشكل واضح على ارض الواقع. وبالتالي احنا هنتابع مع حضراتكم على ان احنا بنعرض الانجازات مش سلبيات، لا احنا بنتكلم اهوت ان في قيادات موجوده في احدى المحافظات بتتفاعل بايجابيه على ارض الواقع، اذا كان له حق ياخده او ملوش حق بنقول ان هو ملوش حق. فبالتالي احنا بنتعامل بواقعيه من خلال طبعا القيادات المحترمه اللي هي عندها القدرة ان هي تتعامل مع اي مشكلة مهما كان هي نوعها، كانت كبيرة او صغيرة، فتتعامل بشكل واضح. طبعا اشكر سيادة اللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظة الدقهلية، اشكرك يا فندم على التوضيح واشكرك على الانجازات اللي بتتم بشكل واضح على ارض الواقع. خلينا نطلع طبعا قبل ما طبعا انهي هذا الفقرة الاولى، طبعا بهني اخواتنا رجال الشرطة المصرية بأمانة يعني بهنئهم بكل قلوبي وقلوبنا كلنا ان احنا بالفعل احنا وراكم ومعاكم، واحنا عارفين طبعا المجهود الجبار اللي بتقوم بيه رجال الشرطة. خلينا نطلع الفقرة التانية نستقبل طبعا الأستاذة أمال طه المتحدثة الإعلامية الرسمية بوزارة البيئة ورئيسة الإدارة المركزية للإعلام النوعي للبيئة. أهلا طبعا هنخلينا نتشرف بها في الفقرة الثانية على أساس نتكلم بشكل أوضح على الإنجازات واللي بتم في وزارة البيئة. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.